النهارده في الحقيقه معانا بدل الصوره صورتين، صورتين لازم نقف قدامهم كتير جدا لانهم هيخلدوا في التاريخ. الصورتين هم اهم لقطتين لحد النهارده من مونديال الانديه، لانهم بيدلوا على عظمه النادي الاهلي، مكانته قدام العالم كله، وقد ايه مشرف شعبه ومشرف مصر في كل المحافل الدوليه. يا جماعه نحب نقول لكم بعد ما تشوفوا الصورتين دول ان النادي الاهلي هو السفير الاول لمصر ولافريقيا في الرياضه قدام العالم كله. الصوره الاولى هي صوره افتتاح كاس العالم للانديه وشعار الاهلي اللي بيزين المونديال اللي بيغطيه وبيتابعه كل صحف ومواقع العالم، فبجد ده فخر ما بعده فخر انك تشوف النادي الاهلي دايما موجود في كل المحافل الدوليه، وان ربنا بيكافئنا على كل اللي متحملينه من حاجات كتير طول الفتره اللي فاتت بالمشاركه في مونديال الانديه الموسم ده في المغرب. حاجه بجد مشرفه، وزي ما انتم شايفين الصوره معانا اهي. صح، يعني يمكن يا اميره من كلامك خليني اقول ان دي مكافاه ربانيه بتيجي لكل حد بيجتهد ويشتغل على نفسه ويتعب ومركز في ورقته وبس زي النادي الاهلي. المفروض نحتفل كمصريين بكل حاجه تخص الحدث ونوثق كل صوره بتؤكد على نجاحنا. الاهلي العريق وجها لوجه قدام ريال مدريد، عملاق اللعبه، مش في ماتش ودي، لا ده في ماتش حاسم في بطوله. فالصوره الثانيه اللي معانا كمان واللي كانت امبارح هي صوره الاستوديو التحليلي للنادي الملكي وهم بيغطوا مباراه الاهلي وتحليلهم للاعبتنا وشعارنا بيزين الاستوديو بتاعهم. الحمد لله على نعمة الأهلي، وهو ده مكان الأهلي الحقيقي، مكان الأهلي جنب الكبار. وعايز أقول حاجة أخيرة، إن تغطية أحداث الماتش والكام يوم دول المفروض يكونوا من أسعد أيام حياتنا، وإحنا بنشوف اسم نادينا بيلف الدنيا كلها، ونفتخر بأن الأحداث دي هي الصورة المضيئة للرياضة المصرية على مستوى العالم.